محتار وبتفكر؟ الأسعار والمتطلبات والضمان وقطع الغيار والصيانة كمان؟ معاك حق. طيب إيش رأيك في عنوان واحد؟ موتور سوق، الأحدث والأكبر والأشهر. موتور سوق، سيارتك واحتياجاتك. قد لا تكون تويوتا كورولا هي السيارة المفضلة لدى البعض، لكن لا أحد يمكنه إنكار النجاح الكاسح الذي حققته هذه السيارة. فمنذ إنتاجها تحقق كورولا 20% من إجمالي مبيعات تويوتا منذ انطلاقها في عام 1966، كما يقدر معدل مبيعاتها بنسخة واحدة لكل 15 ثانية. ولضمان استمرار هذه المبيعات الخرافية، سيتم قريبا إطلاق كورولا بجيلها 12، والذي سيكون أكثر من مجرد نسخة محدثة من الموديل الحالي، حيث سيتم بناء كورولا 2020 على قاعدة عجلات TNGA الجديدة من تويوتا، مما يعني أنها ستتغير بشكل جذري. لكن كيف سيصبح شكلها؟ منطقيا قد تستلهم كورولا الجديدة تصميمها من شقيقتها أوريس 2019، والتي تم تدشينها مؤخرا في معرض جنيف، نظرا لأن السيارتين سترتكزان على قاعدة عجلات TNGA. وتوضح الصور التوقعية الظاهرة أمامكم شكل كورولا 2020 في حال حصلت على نفس تصميم أوريس. ورغم أن نجاح كورولا الكبير لم يكن بفضل شكلها الخارجي، إلا أن تويوتا قد تتمكن من جذب المزيد من العملاء في حال حصلت كورولا 2020 على هذا التصميم. أما المقصورة الداخلية فلا يزال تصميمها مجهولا حتى الآن. فرغم أننا حصلنا على الكثير من الصور التجسسية لكورولا الجديدة، لكننا لم نتمكن من التقاط أي صور للمقصورة. كما أن أوريس 2019 كانت نوافذها مظللة بالكامل في معارض جنيف، لذا علينا الانتظار حتى يتم تدشين كورولا 2020 لرؤية المقصورة. على صعيد الأداء، أكدت مصادرنا أن كورولا ستتوفر بمحرك رباعي لإسطوانات سعة لترين، إلى جانب محرك هجين سعة 1.8 لتر. كما ستكون كورولا الجديدة أخف وزنا من الموديل السابق، وبالتالي ستصبح أكثر فعالية في استهلاك الوقود، كما ستحصل على تقنيات جديدة بالإضافة إلى أحدث نسخة من نظام تويوتا الترفيهي. لا زال موعد تدشين تويوتا كورولا 2020 غير واضح حتى الآن، لكننا نتوقع تدشينها خلال الأشهر القادمة، على أن يبدأ إنتاجها في العام القادم إن شاء الله. أعزائنا متابعي ومشاهدي قناة سعودي أوتو، إذا عجبكم الفيديو دعمونا بشير، لايك وسبسكرايب، وإذا كان عندكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا لنا في خانة التعليقات وحنرد عليكم بإذن الله.